طبعا يا اخواننا الحته دي زمان كانت زراعه وفيها مطامير عيش. في من الروايات بيقول انها مره كانت بتحرس المطامير بتاعت العيش بختريضه دي، سمت على المنطقه دي. يعني المنطقه بتاعت بختريضه دي كلها منطقه زراعه، للناس اللي بيعرفوا ناس الدويم يعرفوا المنطقه دي انها منطقه بتاعت زراعه، والزراعه بتاع ذره وعيش وكده. فانت من وين؟ انا من كوستي. من كوستي. في بيت عندكم غنم؟ لا والله. جيرانكم عنده؟ لا لا. حلتكم كلها ما فيها غنم؟ والله يعني راغين كده تاكلوا بيتزا وهوت دوج وكده، ما في غنم في الحله؟ والله ما في. ما في الحله كلها؟ يعني الا يعني ممكن اخلعك بسخل عادي كده ولا لا لا. طيب غنم انا يعني لو دار عجيبه استعطفها كده عجيبه لي اعملها شنو؟ غنم دار لا انا دائما اقول حي حي في شنو الحياه ده ممكن اعرضها لا تجيني؟ ايش ايش ممكن تجي مش؟ طيب انا اوريك حياه ثانيه غير العيش ممكن تعرض غنم تجي. واهن العرب دي راكبين لهم بوكس سايقين لهم غنمية جديده مشترينها والدك كرت رفع لها بيعته ده ركب معه ربع طاوله قال لهم قدموني لي قدام الغنمية ماشيه كده العربيه هدنت رفست كده لقيت لها تليبه تلبت من البوكس دارين ينزل يجيبون واحد كبير قال لهم قيفوا قيفوا انا بجيبها لكم رفع لها الصخل كيس قالك الصخل ده كانوا موجات ماشيه ربع طاوله عايش في المنظر مين بدل ما انتهى هاي اللي عمك قال له جبتها بالريموت أنا احنا سعيدين نكون معكم في بختريضة وسعيدين نكون في كلية الاقتصاد.